عادل باربع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، وحلقة نجدد من خلال اللقاء بكم في برنامجكم القانوني من حقك، معايا عادل باربع. للكل اللي بيستمعونا أكيد حياكم الله، واللي ما قدروا إنهم يسمعونا عبر الراديو يقدروا يسمعونا عبر الرابط الإلكتروني على www.alif.fm.com alif.fm.com، وبإمكانكم أيضا تحميل التطبيق الخاص بالإذاعة حتى تسمعونا وين ما كنتم. اليوم مستمعينا الكرام حديثنا عن المنازعات الأسرية في وهذه القضايا في القانون السعودي، وكيف أنه بيحل هذه القضايا في القضاء السعودي المنازعات الأسرية من خلال أنظمة الأحوال الشخصية، حيث قطعت المملكة العربية السعودية شوط كبير وخطت خطوات واسعة في غاية الأهمية لتجويد منظومتها القضائية. وحتى نتحدث عن مثل هذه الأمور اللي تعتبر أساسيات مهمة جدا في معرفتها، نستضيف في حلقتنا هذه الأستاذ عبد الله بن جميل مقابل، وهو المحامي والمستشار القانوني. حياك الله أستاذ عبد الله. الله حيك، أهلا وسهلا، نورتنا بعد انقطاع ثلاث أسابيع، المفروض أنا اللي أقدم اليوم الحلقة. والله إحنا وحشنا بعض البعض. ترحيبية لابد، إنه أهلا وسهلا. الله يسلمك عبد الله. إن شاء الله أنها تكون حلقة مميزة ويستفيد منها المستمع والمستمعة إن شاء الله بإذن الله تعالى. اللهم آمين. أبرز النقاط المهمة اللي بترتكز عليها نظام الأحوال الشخصية أستاذ عبد الله، واللي لابد إنه إحنا نفهمها حتى يعني فعلا كذا نعطي لمحة شاملة لها. طيب، إحنا العنوان الرئيسي إنه هو المنازعات الأسرية. نعم. في قضاء السعودي. نعم. طيب، إحنا نتكلم على منازعات، لا نحصرها في شيء اسمه أحوال شخصية فقط. نعم. أنواع المنازعات عدة منازعات. أيوة. الأسرية. الأسرية. يعني الأسرية. إحنا ما بنقول أسرية، الأسرية إيش معناتها أسرية؟ أيوة. ما هو أسرية بس علاقة زوج وزوجة. أي حتى أبناء. حتى. إحنا نتكلم علاقة زوج وزوجة، علاقة أخوان فيما بينهم، علاقة أب مع أبنائه، علاقة الأبناء مع أباهم. أيوة. هذه هي العلاقات الأسرية اللي نتكلم عنها بالفريقات. ما نحصر إنه دائما لما تقول علاقات أسرية دائما الناس بيجي في بالها. نظام أحوال شخصية. إنه نظام أحوال شخصية، لا، وحصرا طلاق، نفقة، حضانة، هذه الأشياء. أيوة. البديهية اللي بتيجي عند المستمع ومتلقي. نعم. ولكن المنازعات الأسرية كثيرة. نتكلم منها على سبيل المثال، نتكلم على التركات. هي تعتبر منازعة أسرية. أيوة. منازعة أسرية في الشركات العائلية. نعم. هذه منازعة أسرية. صحيح. بالإضافة للمتعارف على اللي هي النفقة والحضانة وفصل النكاح والأمور هذه. نعم. فإحنا اليوم نبغى نتطرق لكل جزئية بشكل مختصر للوعي، لا أقل ولا أكثر، إنه بنوعي المجتمع إنه في المشاكل الأسرية وإيش أسبابها. لما نتكلم على الأسباب ونتحاشاها ما هنشوف بكرة نسمع في مشاكل أسرية، ولكن نشوف مسبباتها ونبدأ في أول حاجة للسبب الرئيسي أنا لوجهة نظري، ودائما السبب هذا اللي أغلب المشاكل الأسرية التي تكون المال. نعم. قبل أي حاجة المال أنا من وجهة نظري هو أحد الأسباب الرئيسية والركائز الأساسية لبدء مشكلة ما بين الأسرة. نعم. يجي واحد يقول لك الفلوس مو كل شيء. طيب، معاك فلوس مو كل شيء. لو نشوف، لو نعمل إحصائية لجميع الخلافات اللي موجودة في المحاكم ما بين الأخوان، ما بين حتى في بعضهم في الأزواج، وأسباب الطلاق، نرجع للسبب الرئيسي اللي لقيه المادة. أي. اختلاف في المال، اختلاف في التركة، زوجي أخذ فلوسي، يعني في النفقة، أغلب الأمور هذه كلها. نعم. كلها ترتبط بالمال. هذا أنا وجهة نظري، يعني قد يختلف معايا الكثير، ولكن أنا أشوف أنه هي أحد الأسباب الرئيسية في الاختلافات. نعم. طيب، تيجي تقولي طيب المال، طيب في التركة كيف يختلفوا؟ طيب في التركة كيف يختلفوا؟ نبدأ هنا من الأساس، وهذه هي المشكلة أنا اللي أشوفها مرة كبيرة ومعضلة. ليش؟ التبعيات اللي تجي وراها. التبعيات فيها تفرقة بين الأخوان، فيها غضب لأي شخص، يعني سواء الوالدة والوالدة، يعني حسب المتوفي منهم، فيها انقطاع صلة رحم، فيها عداوة ما بين الأبناء، يعني جيل ورا جيل تنتمي هذه العداوة وتكبر هذه العداوة. هذه هي ليش أنا أقول هذه المشكلة كبيرة، هذه هي لأنها تكون متراكمة
لمدى طويل بعض الأوقات لسنين. يعني بعرف قضايا يمكن لدرجة 10-15 سنة وهم منقطعين الأخوان عن بعض بسبب قضايا تركة أو بسبب إنه أنا والله هذا طبعاً بقولها بالعامية أكل حقي، أخونا أكل فلوسنا، أخونا سرقنا. هذه هي يعني قضايا الباقية. أنا أشوفها يعني النفقة والحضانة تكلمنا فيها بالكثير صحيح، وما شاء الله في عدة محلات وعدة زملاء تكلموا فيها بشكل مسهب، ولكن هذه النقطة اللي ما حد تكلم فيها. الآن التركات نيجي نبدأ فكرة التركة لما يكون عند الأخوان وعند الورثة مشكلته غلط، مشكلة فكرة التركة خطأ. طيب في أصول لابد أنك تتبعها من فور وفاة مورثكم. نعم إحنا ما نتبع هذه الأصول أبدا. المجتمع إحنا ما بنعمم ولكن قليل من يتبع هذه الأصول. نعم من ضمن الأصول تكفينه، دفنه، الدين. هذه النقطة الأساسية يا جماعة، إحنا عندنا الدين هذا آخر شيء. أول شيء يقول لك وزع أعطينا حقنا. طيب في شيء في ذمته لابد من إبراء ذمته؟ لا ما التفتوا لها أبدا، لم يتم التفات لها. ليش؟ يقول لك خلي الدين. طيب كيف خلي الدين؟ ترى الدين أبدأ، إذا نرجع سواء في الشرع أو في النظام، ترى الدين أبدأ من أنك أنت تقسم التركة. نعم لا يحق لك توزيع التركة قبل سداد الدين وإبراء ذمة مورثك. عندنا هنا ما في الشيء هذا، الأغلب لا. أول ما استغفر الله العظيم يموت الرجل كم لهنا وكم وش مخلف وش مخلي وش إيش المبالغ المالية وش العقارات اللي موجودة. نعم يا جماعة في ناس بعض الأحيان ثاني يوم العزاء أو ثالث يوم العزاء لسه على طول، يعني على طول عنده المشاكل هذه. ولا المشكلة الثانية نجي والله أخويا هو اللي كان بيدير. هذه مشكلة جدا كبيرة، حناخذ تفاصيلها أكثر منك أخوي عبد الله. وكذلك أذكركم مستمعينا الكرام بأي سؤال أو استفسار ترغبوا أنكم توجهوه للمحامي والمستشار القانوني الأستاذ عبد الله مقبل، بإمكانكم التواصل معنا عبر واتساب الإذاعة 0556689001، مرة أخرى 0556689001. فاصل نرجع لكم. مع عادل بارباع. عودة لكم متابعينا الكرام، ومن حقك تعرف كثير من الأمور والمهمة، خاصة نحن في حديثنا عن موضوع المنازعات الأسرية في القضاء السعودي، كيف أنه بيضع أنظمة مهمة جدا وفق الشريعة الإسلامية، وكذلك لحل كثير من هذه القضايا. الحديث مع المحامي المستشار القانوني الأستاذ عبد الله بن جميل مقابل، وصلنا إلى جزئية التركات والقضايا اللي بتصير فيها، ولابد انه احنا نسلط الضوء عليها ونبدا نضع بعض الامور المهمه. تفضل استاذ عبد الله. بسم الله. ناخذها كمراحل. نعم ايش رايك؟ تمام. نبدا المرحله الاولى، مرحله موت الشخص ووفاة المورث. نعم. احنا نقول وفاة المورث سواء نعم. رجل او امراه. في عند بعض العائلات يقول لك في حاله يعني وفاة المورث الاب يكون طبعا ما شاء الله تبارك الله عنده شركات، عنده عقارات، عنده يعني الرجل في حالة ميسورة جدا. أيوه. هنا في بعض العائلات ايش يقول لك؟ لا توزع الورث او لا توزع التركة ما بين الورثة، فتقعد معلقة يديرها مثلا الأخ الكبير او لا اي واحد من الأخوان. هي كفكرة عامة جميلة، الهدف منها تكاتف الأخوان. نعم. فيما بينهم، ولكن نشوف الجانب اللي هو احنا دائما ننظر للجانب السلبي، ما نبغى نشوف الجانب الايجابي. الجانب السلبي، الابناء هذول بكره بيتزوجوا، البنات بيتزوجوا بيخلفوا، الابناء بيكبروا، بيدخل غريب على العائله اللي هو زوج البنت. ما نضمن انه العلاقه ما بين الاخوان والاخوات تكون مستمره بنفس الثقه، بنفس المحبة، بنفس الود اللي ما بين الأخوان على مدى 10-15 سنة كما هي أبدا، إلا ما ندر. هنا تبدأ المشكلة، بدل ما تكون مشكلة التركة ونوزع أنت كم نصيبك وأنت كم نصيبك، هتروح المشكلة اللي هي اللي احنا نخاف منها دائما. أنت أكلت حقي؟
انت لك سنين، احنا ما احنا عارفين شيء، انت لك سنين، انت اللي بتدير، انت لك سنين ما في دخل، انت لك. هم ما هم عارفين ايش اساسا الموضوع، ولا هم ما هم عارفين ايش يسوي هذا اللي بيدير الكيانات. نعم. هنا هذه اول حاجه. طيب كيف يا عبد الله نحل المشكله هذه؟ انا من وجهه نظري فور وفاه المورث يتم حصر الدين اللي عليه، يسدد الدين من التركه اللي موجوده، وبعدها يتم توزيع باقي التركه على الورثه. طيب احنا ما نبغى نتفرق، احنا ما نبغى كل واحد جميل امشي معاك. يتم عمل شركه عائليه ما بين الاخوان، كل على حسب نصيبه من التركه يقدر بحصه في الشركه. طيب هنا انت رغبه، مثلا عادل يقول انا ما ابغى ادخل، طيب احد الورثه يقول انا ما ابغى ادخل، الله معك. نعم. هذا مبلغك وهذا نصيبك والله معك، ما هي بالاجبار ولكن بالاتفاق. نعم. هنا اتفقنا، دخلنا في الشركه، انتهينا. انت حتعرف ايش لك وايش عليك. الاداره أيوة. معروفه عند مين؟ نعم. داخل الشركه بميزانيات تابعه لوزاره التجاره، كل شيء واضح. صحيح. ما في شيء مبهم. جميل. هنا وضعت انت الحجر الاساس. أيوة. للاستمراريه. نعم. وللعلاقة الجيدة ما بين صحيح الأخوان. أنا من حقي كشريك الآن إني أجي حاسبك وفق النظام. نعم. فهنا كل شيء باين أمامي. في بعضهم يقول لك ما نحط نصيبنا كامل، مثلا أنا ورثت 2 مليون ما أبغى أحط، أنا بحطكم معاكم في الشركة ب 500 ألف، تقدر ال 500 ألف كم قيمتها حصة في الشركة وتدخل بحصتك في الشركة. هذه أنا أشوف الحل الأنسب للمشاكل، يعني ندرى المشاكل بالأمور هذه، مثل ما يوضع شركات العوائل هذه الحوكمة بينهم. جميل. نعم. هي الشركة العائلية. الشركة العائلية غالبا فيها المشاكل هذه بيضعوا حوكمة سواء. أما تركك للتركة لفترة طويلة أنا أشوفها أنها أنت يعني في بعضهم يقول لك لا، وخاصة دائما الأمهات. نعم. يقول لك أنا ما أبغى أفرق بين أولادي، ولو وزعت ما أبغى أفرق الأولاد والبنات. طب أنت كذا بتكوني عداوة مستمرة. نعم. عداوة على الأمد الطويل. أنت ما تدري كيف عقليات سواء زوج البنت أو زوجة الولد، ترى بعض الأحيان ما تعرف عقليات الجيل القادم من الأبناء. إحنا بنتكلم الأم إنها بتتكلم على عقلية هي عايشتها، الناس أي. طيبة، وأنا رب دائما الكلمة هذا أنا عرفت أربي أولادي. نعم. طيب بس أنت ربيتي أولادك، ما ربيتي أولادهم الجيل اللي جاي. هي المشكلة. احنا ننظر انه لا اليوم فقط. طب لا نبغى ننظر بعد 4-5-6 سنين. بعد عمر طويل الام برضه ممكن تتوفى. ايوه. لو توفت طب انت فتحتي الباب حق المشاكل على مصراعي. هنا من يوم ما تتوفى الام تبدا العدوات كانه شيء محبوس، شفت لما تحبس الحاجة وتطلعها للهواء الطلق تنطلق. صح. هنا كأنهم كانوا في بعضهم مجبورين يقول لك رضا أمي، وفعلا رضا أمي قبل أي حاجة، وعشان رضا أمي أنا بسكت. نعم. وأسوي الشيء اللي هي تقوله. طب هي طب ما هي فاهمة، هي ما هي واعية، هي عندها هدف واحد فقط لا غير. نعم. إنكم تكونوا قدامي، كلكم تكونوا يد واحدة، تكونوا ملمومين، تكونوا حوالين بعض، تكونوا مجتمعين مع بعض. جميل. ولكن على أرض الواقع في شيء دفين، كل واحد يجلس مع نفسه يقول لا والله أنا جاب لي 5000. إيش 5000؟ أبويا عنده شيء بعشرين مليون وبخمستاشر مليون. نعم. يجيني آخر مرة 5000 ولا 6000. يبدأ الشيطان يوسوس، تبدأ تكبر الأمور في عقله. هنا نبدأ العداوات. طيب بدأنا بالشركة العائلية، جميل. أنت بإمكانك في أي لحظة ممكن تنسحب من الشركة، شيء راجع لك القرار. صحيح. نعم. ما هو قرار تركة ومسوك. نعم. التركة لا، أنت الآن في الشركة بإمكانك في أي لحظة تقول لهم قرار شركة واطلع من الشركة. نيجي نتكلم على النظام. النظام الأحوال الشخصية قسم التركات بشكل مرة جميل، المواد واضحة فيه، لو نرجع لها نقراها نطلع عليها ترى جدا جميلة مقسمة. نعم. حتى الدين مذكور حتى في النظام الأحوال الشخصية في قسم التركات موجود الدين، وكيف آلية التركة، وكيف يتم مثلا وجد قاصر
في التركة، كيف يتم تعيين ولي أو وصي على القاصر، كلها موجودة. إحنا مشكلتنا ما بنطلع يا أستاذ عادل. نعم. إحنا ماخذين العرف وليس ماخذين النظام. النظام. لا. إحنا ماخذين عرف. فعلاً. إحنا ماخذين عرف. هذه المشكلة الأساسية. إنه في عرف. والعرف هو اللي ساعد في المجتمع. والعرف اللي هو الولد هو اللي بيسيرنا، هو اللي بيديرنا، وهو سبب المشاكل. نعم. وهو سبب المشاكل. أيوة أيوة فعلا. يعني العرف الآن الولد هو اللي بيدير كل حاجة وهو اللي مسؤول عنها. لا لا مو معقولة. نعم. مو معقولة أنا همش بقية الورثة سواء بنات أو أولاد وأقول لا فلان عشان هو الكبير هو اللي بيدير. هذا فلان الكبير يمكن ما هو ملم، ما هو صاحب علم، ما هو متمرس. نعم. التجارة مثلا إذا كانت شركات ما هو مؤهل أو جدير، ما هو متمرس في العقار إذا كانت عقارات. ولكن نحط الجدير حتى لو كان صغير طبعا. طبعا أنا بيجيني واحد مثلا أخوه الصغير ما شاء الله تبارك الله رجل ماجستير هنا ودكتوراه هنا، واجي أقول له لا والله أنت ما تدير عشانك أنت ما أنت الكبير، واجي أخوه الكبير اللي معاه سادسة ابتدائي أقول له أنت تدير، ما هو منطقي. يعني احنا لازم نفكر. نعم. اهم شيء هو في المصلحه، فعلا المصلحه العامه. من هو اللي يحفظ لنا حقوقنا، اللي يخلي امورنا ما يكون فيها منازعات او مشاكل، خلاص نحطهم بيد الامر. هذا هو. ايوه. حتى هنا المشرع، حتى لو نرجع للنظام، حتى في حكايه الوصايه والولايه لها شروط. لم يتركها سدى، يعني ما تركها فاضي انه لا حط وصي وانتهى الموضوع، ولا عين ولي وانتهى، فلان يكون ولي على اخوه وانتهى الموضوع. لا معايير. معايير. ايوه. هناك معايير، نرجع للنظام، هناك معايير معينة للاشتراط، وممكن المحكمة تعزله في أي لحظة إذا رأت إنه هو ما يقوم بواجباته. نعم. طب يقول لي واحد أنا ماني مصلحة، ماني أنا أخوه بس وشفته. طب من حقك أنت لكل شخص ذو مصلحة إنه يتقدم بطلب عزل الولي أو الوصي. نعم. والمحكمة تعين من عندها، مو شرط إنه يكون من العائلة ترى سعادة. حتى من خارج العائلة. من خارج العائلة. وممكن يكون قبل وفاة المورث. كيف يقول لي كيف؟ طيب الرجل كيف قبل وفاته؟ كيف قبل وفاته؟ نعم. يوصي المورث بفلان آدم يكون وصي على هذا الولد القاصر من خارج العائلة. أي هو من الداخل المورث قبل ما يموت هو يقدر يوصي، هو يوصي ويعين. نعم. في حال حياته إنه فلان يكون وصي على ولده القاصر. يعني هذه معلومة ما حد. نرجع للتركات يا جماعة، أنا وقاعد رحت للوصي من ضمن التركة. صحيح صحيح. نرجع للتركة، لا نعلق التركة إذا ما في سبب مشروع لتعليق التركة. لا تعلق التركة. وزعها. نعم. وكل يأخذ نصيبه وفق الأنصبة الشرعية. صحيح. ولكن تعليقها وطول الفترة هو السبب الرئيسي في هذه المشاكل. نعم. هو أغلب المشاكل تصير أو تعود إلى إطالة فترة مدة تقسيم التركة بين. صحيح. الورثة، فتصير بينهم كثير من القضايا والمشاكل. ويعني وما أدري يعني هل في شيء من النظام يحد من هذه الإطالة بحيث أنه ينهي الأمور في أقرب وقت حتى لو كان في بعض. طيب. المعوقات ولا لا؟ لا على حسب كل حالة. طيب نأخذ حالة حالة. في معوقات، ما بنقول ما في معوقات. نعم. المعوقات طول الإجراءات في المحاكم. في ناس يقول لك أنا لسه هدخل المحكمة حقعد بسنين عشان قسمة التركة. خليها. ليه خليها؟ أنا أقعد سنين قسمة التركة ولا أقعد سنين في قطع صلة رحم. صح صح ولا لا؟ نعم. تجلس في المحاكم ولا أني أجلس أنا عداوتي ما بيني وبين أخويا تمتد سنين وسنين. نعم نعم. طيب فشوف فين المصلحة. نعم. هذه هي. نعم. المصلحة فين؟ طيب حنكمل معك أستاذ عبد الله، لكن حنطلع الفاصل. نطلع الفاصل أو ذكركم قبل هذا، إذا أردتم أن توجهوا أي سؤال أو استفسار بإمكانكم التواصل معنا عبر واتساب الإذاعة 0556689001، مرة أخرى 0556689001. خلوكم معنا. عادل بارباع
حياكم الله مستمعينا الكرام. عودة إليك أخي عبد الله، وما زلنا في هذا الحديث الشيق والشائك في نفس الوقت. أي أيوة والله، الله مستعان. في مسألة التركات وفي جزئية أخي عبد الله، موضوع أحيانا إذا كان الأب عنده خير وكل حاجة ويجد أنه عنده أبناء، وقد يكون عنده أبناء من زوجة ومن زوجة، والأب قد يتعب وتصير مسألة الأمور الرسمية أو الأشياء اللي مثلا عشان يعمل فيها أي عملية مع وزارة العدل أو في كذا، بما أنه هو غير واعي، هو تعبان، هو طريح الفراش، تلاقي أنه الجهاز تبعه الجوال، الرقم السري، الاسم المستخدم في يد واحد من الأبناء، فيطلع وكالات يسوي، فصارت في إشكالات وحيانا تضيع فيها حقوق اللي مع اللي حوله. دائما يقولوا التقنية والتطور التقني جميل، اي نعم، ولكن في بعض الأوقات له سلبياته. من ضمن سلبياته هذه السلبيات اللي انت تحدثت عنها. نعم. الآن الرجل طريح الفراش، بنسميه نقول مرض الموت. طيب مرض الموت يعني لا يعي بأي حاجة. نعم. طيب عنده أبشر عند واحد من الأولاد أو واحدة من البنات، تدخل على أبشر، رمز التحقق بيجي، تعمل وكالة بيع وشراء، نقل، إفراغ، تحط الصلاحيات التي تحتاجها. هنا طبعا هنا اللي هم نسميهم ضعاف النفوس للأسف. فهنا هذه نقطة استغلال التطور التقني، هذا يعني لابد انهم يرجعون شوية فيه. نعم. انه مو كل ابشر، انه ابشر على العام كله، انه لا، رمز التحقق هم المبدأ اللي حاطينه، انه ايش رمز التحقق ما هيجي الا لي صاحب الحساب اللي داخل. طيب صاحب الحساب، هل انت عارف انه هذا طريح فراش؟ هل هذا في مرض موت؟ هل هذا موجود ويعي؟ هذه النقطة تروح تنتقل الاختصاص هنا إلى المحاكم والطعن في صحة الوكالات. نعم. التي صدرت، وطبعا بتقارير طبية وبأمور إثبات معينة. نجي للبداية، اختلف الورثة وليس تقديم قضية قسمة التركة تعني اختلاف الورثة، لازم نفهم النقطة هذه. ولكن قد يكون في بعض الورث يقول لك لا، أنا ما بأكل حقك ولا تأكل حقي، فنبغى الشيء بما يرضي الله وفق الشرع. لا تحسب أنه والله تقديمك لقضية أنه معناته أنا ببدأ معك عداوة. هذه مشكلة الأساس اللي هنا كمان بين الأخوان، أني أنا بجي أقدم قسمة التركة، لا أنت بدأت تعاديني، وهذا خطأ. طب أنا بغى حقي وبعطيك حقك، يعني لا. مو قسمة التركة أني أنا بأكل حقك ولا أنت، ولا معناته أنت لست أمين، لا. ولكن في مساعدة، زي ما أنت بتبغى فتوى شرعية، هتروح لمين؟ هتروح لأخوك ولا هتروح للمفتي؟ هتروح للمفتي عشان تسأله، عشان أخذ منه العلم. العلم. طيب أنت بتروح للمحكمة عشان المحكمة تفصل في هذا الموضوع وفق الأنصبة الشرعية التي قد لا تكون لا أنت ولا أخوك ملم فيها. نعم. مساعدة غير كذا، إنه ترى المحكمة يا جماعة بتساعد. أيوة. من ناحية البحث عن العقارات قد أنت لما تدري عنها. صحيح. وأخوك ما يمكن ما يعلم عنها شيء. فعلا. فالمحكمة هي تكتب الكتابة عادل، تتأكد من العقارات اللي موجودة، الصكوك اللي موجودة للمورث، تكتب للبنك المركزي، عندها صلاحيات، عندها صلاحيات كثيرة. طيب لا تحس، عشان كذا نقول القاعدة طيب. الأساسية لا تحس بأنه تقديمي لقسمة التركة أنه هي عداوة ما بيني وبينك. نوصل للمرحلة نبدأ نحن نأخذهم خطوة خطوة. قدمت الدعوة، احنا حاليا نبغاها بشكل ودي، ما نقول أنه خلاف بين الورثة. نعم. تقدمت بالطلب قسمة التركة، طيب تيجي تقول أنا ما عندي أي بيانات أو أي معلومات عن المورث، ايش عنده؟ تتقدم بالطلب القضية على قسمة التركة وتفيد القاضي انه يا فضيلة الشيخ ترى احنا ما عندنا اي معلومات عن تركة مورثنا. تقسم لقسمين. نعم. القضية اللي هي العقارية، وهي مما يخص العقارات من اراضي وغيره، والمالية التي تخص اللي هي الاموال، النقد. نعم. الكاش. نعم. هنا تأخذ مسألين. المسألة الأول هينكتب لكتابة عدل بموجب السجل المدني ورقم الحفيظة للمورث للاستفسار عن ما يملكه هذا المورث. يجي الرد وانت جالس، يعني سهل لك حتى موضوع انك انت تبحث. نعم. بدل ما اجي انا اقول لا اديني وريني ايش عند ابويا، ولا وريني ايش عنده. لا لا، هو خلص، هو شايف كل حاجة. هو هيكتب لكتابة عدل، حيجي له الإفادة من كتابة عدل. نعم. بكل العقارات المملوكة للمورث. يا سلام. نروح للخطوة الثانية اللي هي المالية.
طيب انا ما عندي، ما اعرف ابوي ايش عنده من حسابات، طبعا هينكتب للبنك المركزي. طيب وحتيجي الافاده في جميع الحسابات لدى البنوك كلها. يعني ممكن يكون عنده حساب في بنك كذا وبنك كذا وبنك كذا، فانت حتكون تعرف ايش المبالغ الماليه وكم المبالغ الماليه الموجوده في كل حساب. نعم. حتيجي الافاده وانت جالس برضو. الاسهم يكتب خطاب لهيئه سوق المال عشان افادته عن المحافظ وعن الاسهم. نعم. حتيجي الافاده انه والله المحفظه الفلانيه وفي عدد اسهم كذا تابع لشركه كذا. يا سلام. هذا بالشكل ايوه نعم كل الودي وعلى قولهم الحبيب اللطيف. نعم يبدا يخسر كل شيء عنده. طيب جينا في الاسلوب الثاني، نبغى ناخذ الشكل الثاني اللي هو الشكل الخلاف. اي ما نبغى نقول منازعه، نبغى نقول خلاف. منازعه احسها شويه كبيره. نعم. نقول الخلاف ما بين الورثه. طيب انا ما عندي شيء، ما عندي معلومات، واخويا مو راضي يديني معلومات. اي معلومات. نعم. طيب بالاضافه انه في بعض الاوقات انا بسوي حصر ورثه، انت تلقى واحد من الاخوان عنده شهاده الوفاه ولا هو راضي، ما هو فاضي، ما نقول ما هو فاضي يسوي حصر ورثه ولا هو راضي يمشي في الاجراءات. طيب لو سمحت اديني شهاده الوفاه عشان انا اتقدم بطلب حصر الورثه. قال لك ما في. هنا نبدا نقطه اللي هي النقاط السلبيه في الاجراءات الحكوميه. نعم. تروح الأحوال ما حيعطونك بدل فاقد، لأنك أنت يجيب وكالة من جميع الورثة، أو أنه أساسا شهادة الوفاة صدرت واستلمها شخص آخر. نعم. اللي هو مسجل وقت الوفاة. ترفع هنا قضية على أخوك أو أيا كان الشخص اللي عنده شهادة الوفاة وتطلب شهادة الوفاة تزويدها بصورة من شهادة الوفاة، أو أنك تطلب إلزامه بعمل حصر الورثة. نعم. هنا تبدأ المشاكل، هذه الأول مشكلة تبدأ عشان تبدأ الخطوة اللي بعدها لابد من وجود حصر نعم الورثة. حصر الورثة. إيه؟ انتقلنا من حصر وجبنا حصر الورثة، اكتشفنا أنه أحد الأبناء عامل وكالة باسمه ومتصرف في عدة عقارات. طيب هنا حقيم دعوة قسم التركة ولا حقيم دعوة على الوكيل اللي هو أحد الورثة ولا فين أروح؟ هنا نقطة اللي هي دائما الناس بيتلخبط فيها، فين أروح أنا؟ أيوه. هل أشتكي الوكيل اللي هو أحد الورثة ولا تقدم بدعوى قسم التركة؟ أنا أقول تتقدمي بالاثنين. أو تتقدم بالاثنين، تتقدم بدعوى قسم التركة وتتقدم بدعوى على محاسبة الوريث هذا أو الوكيل. أين؟ طيب قسم التركة هتاخذ مسارها. طيب باحت المسار اللي هو دوبنا شرحناه كتابة عادل، جاءت كتابة عادل قالوا ما في العقار واحد باسم ورثكم. طيب وفي محاسبة الوكيل اكتشفنا انه في عقارات كانت موجودة ومسجلة باسم المورث ونقلت ملكيتها بالتاريخ مثلا الفلاني قبل وفاته باربعة خمسة شهور. نعم. هنا هذه كمسار وهذه مسار. هذا مسار. لابد من إثبات إنه هذه العقارات تخص الورثة وتم نقل ملكيتها بطريقة غير شرعية أو نظامية. نعم. هذه في الدعوة، خلاص نسينا الدعوة حقت أيوة قسمة التركة الآن. نعم. إحنا نبغى نرجع العقارات في التركة. نعم. نبدأ الآن لابد من إثبات إنه هذه العقارات اللي موجودة تخص الورثة ولا تخص فلان بعينه. مظبوط. نعم. كيف تقول لي طيب يا عبد الله انا كيف حثبت وانا ما عندي علم عن جميع الاجراءات اللي هو هذا اللي تم؟ نعم. هذا هو عارفنا باسم المورث، هذه المشكله الاساسيه يا استاذ عادل. ايوه في الموضوع كله عبء الاثبات. يا سلام. هنا صعب. نعم. لسبب، ايش السبب؟ انه هذا الشان شان اولا شان عائلي، يعني نعم نقول اضعف الاثباتات اللي هي ممكن نقول الشهاده. بجيب شهود، طب ما عندي شهود، هذا شيء عائلي بيننا. صحيح. هذا شيء داخلي بيننا. صحيح. ولكن هنا حتجيب ما يثبت اولا انه مورث كان طريح الفراش او مريض مرض الموت. نعم. على فراش الموت. على فراش الموت. بتقارير طبية او بشهادة اشخاص كانوا يزورونه. اقارب. نعم. اكيد انه احد كان يزوره. نعم. من الاقارب. نعم. او انه حتى شخص بعض الاحيان اصدقاء الوالدك
صحيح انه كانوا يجون وفي حاله ما كان يستطيع انه يعمل شيء نعم. من تاريخ كذا يكونوا ملمين حتى بالاوقات عشان مثلا الوكالة عملت قبل 4 شهور من وفاته. ايوه يجي الشاهد مثلا يقول لا من اكثر من سنه هو مريض ولا اي شيء. نعم هنا هذا هو عبء الاثبات اللي نتكلم عليه. بالاضافه انه اذا مره يعني اخر درجه انه توجه اليمين. نعم وانا اقول دائما هذه القضايا قبل اي محاكم قبل اي حاجه او قبل اي قضايا مخافه الله اولا ترى ابراء ذمه. نعم قبل اي شيء سيب نعم. القضاء القضاء ترى مو كل الاحكام انها والله منصفه للشخص. في بعض الناس تاخذها انه انا شطاره هو ماكل حق الناس نعم. او حق اخوانه وكسب القضيه ترى ما هي شطاره. هو عدم انصافه مو لانه القضاء يعني يفضل جانب عن جانب لكن لا. لانه على حسب ما يريدوا من اثباتات صحيح نعم وفي مثل هذه القضايا للاسف انه احيانا زي ما ذكرت القضايا الاسريه او الاشياء اللي بتصير بين العوائل في اشياء الواحد ما يقدر يثبتها صحيح. لانه في وقت على قولهم البراح والسلم الكل يعني وقت كان الطيب والقلوب الطيبه نعم مأمن الاخر ويقول والله احنا طيبين معانا وما كنا نتوقع فللأسف أنه زي ما ذكرت هو مخافة الله أول وآخر قبل أي حاجة. إحنا عندنا أسئلة نبغى إن شاء الله نجيب عنها لكن حنطلع الفاصل ونعود مرة أخرى ابقوا معنا. من حقك مع عادل بارباع. حياكم الله مستمعين الكرام يا هلا فيكم مرة أخرى. أذكركم برقم التواصل على واتساب الإذاعة 0556689001 مرة أخرى 0556689001. هنا سؤال بيقول السلام عليكم أنا أبو يزيد حبيت أسأل المحامي والدنا توفى من قرابة 20 سنة وعليه دين 6 مليون ريال ولم يترك إرث سوى قرابة 200 ألف ريال ما هو الحل لإبراء ذمة والدنا علما أن لا نملك من حطام الدنيا شيء من المتقاعد والموظف الحكومي تواصلنا مع أصحاب الدين وهم شركات سيارات أحدهم طالبونا في المحكمة لمدة 2 سنين وعرفوا أنه ما عندنا شيء وأحدهم لم يطالبونا حتى هذه الساعة والثالثة يبغوا حقهم بالرغم عرضنا لهم مبلغ 50 ألف ولم يوافقوا لأنه دينهم 1,100,000. احنا نعلم انه بسيط ولكن مقدرتنا لإبداء حسن النية وإبراء الذمة. ايش رأيكم في قضيتنا وكيف يمكن إبراء ذمة والدنا؟ يعلم الله انه كان نيته يسددهم. والدنا كان لديه مؤسسة نموزين ايضا 200,000 سدينا بها الديون الصغيرة. طيب وفق النظام هو لهم الحق طالب الدين انه يرجع على الورثة لسداد الدين نظاما وشرعا. انتم عدم مقدرتكم وامكانياتكم لابد انكم انتم تثبتوها. طبعا هذه ما نقدر نتكلم بالتفصيل لانه احنا ما نعرف تفاصيل القضيه ايش هي. نعم. وايش المواضيع اللي صارت فيها وايش اسباب الدين وايش الحق اللي لهم وايش اللي ما لهم الحق. أيوة. ما نقدر نتكلم ولكن انت لابد انك انت الدين هذا ملزم ابوك فيه. وابراء ذمته عبء عليكم. اذا ما في التركه طبعا هناك طرق اخرى انه يتوجه للمحكمه ويطلب انه هذا التركه اللي تركت من والده محصرونها هذه هي ما في غير هذا المبلغ ويتم طبعا طلب تقديم طلب قسمه غرماء وهذه طبعا اجراءاتها طويله اللي يختص فيها على حسب الموضوع وتفاصيله. نعم بس هذه الاساسيات اللي هي الاساسيه اللي يمشي عليها. نعم اخونا فيصل السلام عليكم. اخي الفاضل عزاي يقول عندنا عقار بعد وفاه الوالد وانا اصغر واحد في العيله واحنا 4 اخوان وبنتين واحنا فلسطينيين من مواليد السعوديه والعقار مكتوب باسم كفيل الوالد. طبعا ما احنا متفقين الاخوه مع بعض 2 كفيل الوالد معارض انه ينباع العقار وكل شيء باسمه وبعض الورثه خايفين منه ما في ورقه بين الوالد والكفيل بس يوجد شهود على ذلك اوضحوني جزاكم الله خير. طيب هنا لابد انك انت تثبت اولا تثبت انه هذا العقار ملك للورثه. نعم عشان تقدر بكره تطالب بهذا العقار. ثبت تملك العقار ايوه انه هذا العقار ملك للورثه قبل اي حاجه. تمام هذه المرحله الاساسيه. هذه الاساسيه لانك انت حتطالب بتركه وهي ما هي مسجله باسمك. نعم ولا هي مسجله باسم مورثكم
فلابد أول مرة تثبت تملكك أو تملك الورثة لهذا العقار، وبعدين الطالب ببيعه أو أي إجراء لإنتو قسمة التركة. نعم. هنا صار كذلك يقول السلام عليكم، كيف أمي وإخواني وإخواتي سووا لي حصر ورثة وقاماتهم منتهية، إيش الحل؟ لأنه في مبلغ في حساب الوالد بس هم مسوين لي وكالة في القنصلية مصدق من وزارة الخارجية. حصر ورثة ما يحتاج وكالة منهم، حصر ورثة أنت بإمكانك كشخص أي واحد من الورثة بشهادة وفاة يطلع، مش موجب شهادة وفاة يطلعها على ناجز يدخل ويقدم ويطلع حصر ورثة. نعم. ما يحتاج وكالة منهم. نعم. هذه معلومة ترى دارجة وخاطئة عند أغلب الناس ترى. ايوه، انه انا لما اقدم حصر ورثه لابد انه الورثه كلهم يوكلوني او انه الورثه كلهم يكونوا موجودين، هذا غير صحيح. ايه حصر ورثه، لا حصر ورثه يعني ما في احد الورثه يكون. أيوة. يتقدم بالطلب وبس. نعم تمام. اذا اخوي عبد الله، يعني احنا بنلاحظ انه في مساله المشاكل هذه انه قد يكون في منازعات وكذا، ما في علم بالأساسيات اللي لابد أنه يتبعها، قد يكون بينهم كلام، يكون بينهم أخذ ورد وكذا، لكن لابد أنه إذا لم يكن هناك أي تفاهم، وإن كان نحن نريد أن يكون هذا التفاهم موجود، إذن ما المتبع فيما بعد؟ عشان لا يقول والله أنا حاولت أنا كلمت، وزي ما تفضلت يعني في أحيان بعضهم من أكل حقه بسبب أنه ما يبغى يعني يكون في مهاترات وما يبغى يجرح هذا. طيب وبعدين الحق هذا حق يعني مهما كان. ارجع لك النقطة اللي ذكرناها انه تقديمك للدعوة او تقديمك لطلب المحكمة لتقسيم التركة ليس معناته اني انا بعاديك. طيب طيب هذا الطريقة الصحيحة، هذا النظام طلب الحق مو معناه هذا عداوة. النظام السعودي اللي قال لك يا حق من حقوقك انك انت تتقدم بدعوة. نعم. قسمة التركة وتطلب فيها نصيبك الشرعي. نعم. هذا ما في شيء ترى. صحيح. انت هذا جوابا على سؤالك. في واحد يقول لك لا انا ما اقدر. ما تقدر، النظام كفل لك، قال لك روح، هذا الطريق الصحيح. نعم. لكسب حقك أو أخذ حقك. أنت امتنعت، هذا قرار. نعم. خاص فيك. يعني ما تجي معلش في ناس. أيوه. هذه المشكلة إنه الناس تجلس تتشكى ما تلاقيه في مكان أو في مجلس. أيوه. إلا تشكى من نفس المشكلة. أنا أخذ حقي وأنا قابلوني وهذا قاعد يركب. طيب. أحلى سيارة ويشتري. طيب الطريقة ما طيب إيش ليش ناقصك انك انت مثلا اذا دخلت او طرقت الباب اللي المفترض يكون في تحاور بينكم، طيب هذا الباب انقفل قدامك، اذا في باب اخر، باب كفيل النظام كفله لك. نعم باب النظام، هذا النظام. النظام هنا عنده نظام الاحوال الشخصيه شرحه كبير. أيوه. ووضح لك كل الاشياء اللي انت تبغاها. نعم. اما انك انت زي ما قلت لك تجلس وتتشكى لا والله اكل حقي اكل حقي، كيف اكل حقك؟ طب اكل حقك، النظام قال لك روح تقدم بالطلب واطلب قسمة التركة. نعم. ذيك الساعة انت لا تقول اكلت حق ولا اكلت حق احد. صحيح. بما يرضي الله. يا سلام. اما بتقول تشتكي لا النظام موجود. طب والله اخويا قاعد سنين هو ياكل حق. انت ساكت. صحيح. انت ساكت. نعم. انت اذا بتطرد ورا حقك ما بتلاقيه. اما اذا بتقعد والله تقول لا والله سيبه وتبغى احد يجيب لك حقك لين عندك، هذه مشكلة. صحيح. هذه مشكلة فيك انت كشخصك أو كفكرك. وهذه هي الأساسية اللي تفاقم المشاكل. ليش؟ يقولك والله ما أبغى أخويا أزعله، ما أبغى أزعل الوالدة. طيب أنت ما بتزعل، ولكن بعد كم سنة هتنفجر. صحيح. هتكبت في قلبك، وبدل ما أنك أنت زعلة يومين أنه كل واحد يأخذ حقه، هتصير زعلة عوام. ما بين الأبناء والأبناء والأبناء. أيوة. هذه هي المشكلة، لازم نفكر. وبعدين هذا الشيء الشرع كفله لك، يعني رضا الله ولا رضا أخوك ولا أنا داري فعلا. يعني أنا مستغرب من الحاجة هذه. صحيح صحيح. أنت تشيل هم، وهذه تركة ربنا فرضها وتقسم. نعم. وفق الأنصبة الشرعية مذكورة في القرآن، تيجي تقول لي أخويا هي مي معصية معلش والعياذ بالله. نعم. ترى حق كفله لك الشرع والنظام. صحيح. ونترك شوية من الكلام اللي يعني العرف شوية والعادات والتقاليد، ترى ما بتعصي. نعم. شيء انت ولا شيء هذا يخالف حتى العرف والتقاليد. نعم. ولا يخالف الشرع بشيء ابدا. فليش نمسك احنا في الباب انه والله اخويا والله لا معليش، هذا شرع والشرع لابد انه يطبق. نعم. يعني احنا نمسك في جزئيه، طب مش تطبق الشرع في اشياء كثيره. نعم. ليش الجزئيه هذه نوقف عندها؟ صحيح. ليش الجزئيه هذه نقول للبنت انت مالك حق؟ ليه انا اخوك الكبير انا اللي اتحكم؟ لا يا جماعة، ما هي بالمنطق هذا.
لا حق كل واحد ياخذ حقه. يعني غير التعسف انه بعضهم جهه البنات. نعم صحيح. ما لكم كلمة في الموضوع ما لكم حق. لا مو معقولة. ترى البنت لها نصيب. نعم. ومذكور في القرآن وانت اللي محدد ترى ربنا اللي حدد النصيب. فعلا. فانت تخالف امر الله عشان عرف وعادات وتقاليد. نعم. قل له مالك نصيب ومالك حق ومالك حق حتى تتكلم وتسألي. يعني في بعضهم لدرجة يقولك مالك حق تسألي حتى كم ابويا عنده. عجيب. ترى لي نصيب زي زيك انا. نعم هذا شيء حق الجسم. نعم. فيما تركوا مورثنا. يعني هذه كمان هذه موضوع ثاني اذا لو تكلمنا عن ما نخلص منه. شيء مؤلم والله جدا. غير الاستغلال. يعني مثلا مسكينه تثق باخوها وانت بتستغل. لست اهل للثقه. نعم. عشان هي قالت خلاص اخويا. في بعض البنات طبعا سبحان الله طيبين يقول لك انا مالي خلاص اخويا هو اللي واللي يجيبه يجيبه انا ماني موافقه عليه. اي نعم. يدخل نصيبها مثلا يكون 500 الف يروح يجيب لها 5000 ولا 10000. ايه راضيها بطقم ذهب ولا حاجة خلاص. المسكينة ما هي عارفة. نعم. فلما تيجي حتى من كثر يعني مع مر السنين يا أستاذ عادل خلاص تصير الموضوع عنده انه انا المتحكم وانا المتسلط وانا المتصرف. في يوم من ايام على قولهم وزها الشيطان قالت له اخوي ممكن اشوف ايش اللي لنا وايش اللي علينا. انت ما تثقي فيا. انت ما عندك ثقة فيا. انت يا عمي فين الموضوع في الثقة وتكبر ما الموضوع صلاح. ما له ما له على حق من ما حقوقي ما له علاقة ديني حقي وخلاص ما سيب الثقة على جنب. ليه نترك احنا المسار الاساسي الصحيح ونروح لشيء ثانوي عشان اوهم اي شخص يبدأ بالطريقة هذه اعرف انه يخبي شيء. ايوه في الاخر فعلا. ولكن الشخص الصادق مع نفسه صادق مع الله قبل كل حاجة ترى يقول لك اهلا وسهلا هذه حساباتنا هذا دخلنا هذه امورنا هذه عقاراتنا هذا حقنا والمخرج قاعد يشتري يقول خلصنا خلصنا احنا خلصنا الفلوس قلنا اللي بالتالي. الله يعطيك العافيه والله اخوي عبد الله تسلم. واحنا بحاجه فعلا ان نوعي نفسنا ونوعي المستمعين بالمزيد مثل هذه طيب. الامور لانه احيانا اعرافنا قد تكون تقاليدنا محبتنا لبعضنا عائلتنا كذا قد نألم نفسنا ونجرح نفسنا في سبيل انه طيب. للاسف ما ناخذ حقوقنا صحيح. ان شاء الله انه حنكمل باذن الله نعيدهم انه حنكمل نفس الموضوع في جوانب اخرى صحيح بإذن الله تعالى. انا اشكر جزيل الشكر المحامي المستشار القانوني الاستاذ عبد الله جميل مقابل وشكر ايضا للزميل رائد براجي من اخراج البث تحيه من انعاد البرباع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.